السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا بيكم وحلقة جديدة والموضوع كبير. موضوعنا النهاردة عمار البيوت، وهدفنا أصلا من برنامجنا كله عمار البيوت. بس علشان البيت يتعمر يا جماعة، محتاجين إن احنا منكونش مجرد زوج وزوجة، اتنين كتبوا عقد بينهم على شوية بنود، في منهم اللي بيلتزم بيه كلها وفي اللي بيلتزم بجزء منها، واحيانا الاثنين ما يلتزموش خالص، ونعيش يا اما في تعاسة او ما نعيش خالص ويحصل الانفصال ونبعد عن بعض. وزي ما اتكلمنا في حلقة الطلاق، للأسف كل المشاكل اللي بتحصل نتيجة الطلاق لولادنا ولينا احنا وللمجتمع ككل. فعشان المجتمع يكون مجتمع سوي، مجتمع ناجح، لازم يكون البيت ناجح، عشان عمار البيوت هو عمار المجتمع. النهاردة هنشوف مع بعض هو ايه الفرق ما بين الزوج وشريك الحياة والزوجة وشريكة الحياة، ازاي بالحب وبالتغافل وبالصبر وبالكلمة الحلوة وبحاجات كتير قوي، كلها حاجات بسيطة، نقدر نوصل بأمر الله لعمار البيوت. وهيكون معايا في الحلقة النهاردة بيشاركني فيها الزميلة العزيزة والصديقة الأستاذة نهال علام، الإعلامية الجميلة. إن شاء الله نتكلم النهاردة مع بعض ونشوف إيه الحكاية بقى ونعمر البيوت إزاي. نطلع لفاصل ونرجع ونكمل كلامنا إن شاء الله. علشان نعرف إزاي الزوج يكون شريك حياة، كان لازم نعرف الأول وإيه الحاجات اللي بتضايق الزوجة وتخليها تحس إن جوزها ده زوج عادي مش شريك حياة. وده اللي عرفناه لما سألنا ضيفتنا الإعلامية إيمان علام. الحقيقة أنا هتكلم عن ثلاث حاجات منتشرين جدا في الفترة دي. أول حاجة هي البخل، تاني حاجة هي البخل، تالت حاجة هي البخل. خلينا أفسر لكم إن الثلاث حاجات مش زي بعض أو مش نفس الشكل. أول حاجة اتكلمت عليها هي البخل، أنا أقصد بيها البخل المادي، إن الراجل يكون مش بيصرف على مراته، مش بيصرف على أولاده، مش بيصرف على بيته، راجل بخيل عايز يعيش، يعني يحوش الفلوس. الراجل ده للأسف لا مراته هتحب العيشة معاه ولا أولاده، حتى بعد ما يموت هيقول الله يرحمك يا بابا. تاني نوع من أنواع البخل اللي أنا عايز أتكلم عليها، واللي هي مش شبه الأولى، اللي هو بيصرف على بيته وعلى أولاده وعلى كل حاجة ما عدا مراته. لما مراته تيجي تطلب منه حاجة ما يرضاش أبدا إن هو يديها لها أو يكفيها ماديا، هو شايف دايما إن هي موجودة عشان تخدمه هو وولاده، وده غير صحيح لا من ديننا ولا من أخلاقنا ولا حتى تنفع تكون من تربيتنا. تالت حاجة عايز أتكلم عليها، وما قلت البخل كان قصدي بيها البخل المعنوي، ويمكن البخل المعنوي ده أصعب بكتير من البخل المادي، وفي ناس كتير ما تقدرش تعيش معاه أو تستحمله. بخل الكلمة الحلوة، بخل الابتسامة، يعني لما تبقى مراتك شايلاك، عاملة لك أكلك، هي اللي بتغسل لك هدومك، هي اللي بتربي لك أولادك، هي اللي بتوديهم التمارين، هي مراعية ربنا فيك، ليه تبخل عليها بكلمة كويسة؟ ربنا يخليكي لينا، ما نقدرش نعيش من غيرك. الابتسامة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. تخيل لما تكون الصدقة دي لمراتك. فكروا في الكلام ده كويس ونسمع بقية الآراء. وطبعا كان لازم نعرف الرأي الآخر، الراجل، أي زوج بيتمنى أن تكون زوجته شريكة حياة، إيه الحاجات اللي بتزعله وتضايقه وتخليه يحس أن زوجته زوجة عادية مش شريكة حياة؟ وده اللي عرفناه من ضيفنا الداعية الإسلامي دكتور شريف شحاتة. تعالوا نشوف اللي نايم. الحاجة الأولى مش بتضايق بس، الحاجة الأولى ممكن تدمر البيوت، وهي الشك. إن الزوجة تبدأ تسمع كتير من ناس بره، من ناس محيطة بيه، من بوستات على الفيسبوك هو بيكتبها مش مقصود بيها حاجة، فتبدأ تشك وتبدأ تحول الشك لتتبع وتلصص على أموره وعلى تليفونه وعلى حياته. طالما الزوج حس بالمعنى ده بيحس إن الحياة ما فيهاش أمان، وبيحس إن الحياة بتتدمر مع الوقت، وبتفقد الثقة الكبيرة جدا جدا فيه. وهو نفس الكلام مش هيبادلها شعور العاطفة أو الود أو الحب، لأن هو ما بيحبش يتحط في فكرة الشك. ولذلك موضوع الشك احنا مش عايزين نمشي وراه، عايزين نقطعه، لان ربنا عز وجل قال ان بعد الظن اثم. النقطة رقم اثنين، وهي مشكلة تانية، اللي هي الاختراق. دايما كده الزوج عليه بيجيله اوقات كل شهر يومين ثلاثة او اكتر او اقل
بيجي له فتره كده بيحب فيها الصمت، بنسميها الكيف ستيت، حاله الكهف، ان هو بيقعد ساكت شويه او ما بيتكلمش كتير. السبب في الحاجه دي انه غالبا مشغول بحاجه من ثلاثه، لحاجه في شغله مهمه جدا جدا بيفكر فيها فعايز يشتغل عليها لوحده، الحاجه الثانيه بيفكر في قرار مهم او مصيري فعايز يوصل منه لنتيجه، الحاجه الثالثه انه فعلا في حاجه مأزماه او في كارثه موجوده او مشكله كبيره وهو عاوز يلاقي لها حل يوصل بيه هنعمل ايه. الزوجة في الوقت ده بتحس ان هو بيفكر في غيره، هيجوز واحدة عليه، هو ما بيكلمنيش ليه، فتبدأ تحاول تخترق المرحلة دي، شوية اعمل لك حاجة، شوية اجيب لك حاجة تشربها وقولها لأ لأ لأ، فتفهم طب انت مش عايز تقولي ليه، طب ما انا مراتك، طب ما انا مش عارف ايه، فيبدأ يحصل هنا صدام او يحصل صراع، رغم ان انت لازم تعرفي انه بنسبة 90% مش هيشاركك في مشكلته ولا سواء في الشغل او في غيره او في قرار كبير او الا لما يبدأ يوصل لملامح لحل القرار او ان هو بيوصل لحل المشكله. فدي المشكله رقم 2. المشكله الثالثه ان هي لا تثق فيه ولا تدعمه. الراجل على فكره بيتاثر جدا بالحته دي، ان هو يحس ان هي لا بتدعمه ولا بتثق فيه، عشان كده الراجل لما يعمل حاجه كويسه يحب يقول لها انا عملت، انا جبت، انا رحت، انا جيت، فيحب جدا الحته دي. فبالتالي لما ما يلاقيش منها الدعم والثقه دي هو بيبدأ يقل في نظرها وكمان في نظره، هو خلاص بيبدأ يعني ما هي بتقول ما هو ما يعبرنيش بقى، ما هو فتبدأ تاخد منه موقف، وكذلك هو يبدأ يقلل جدا من احتكاكه بيها كمعاملات ككلام إيجابي بيتقال خلاص، وعلى شرط لما يبدأ يحكي الكلام ده بره لأصحابه أو لغيره هم هيساعدوه في ده، يعني هم يساعدون هم يدعموه، انما هي ولا في دماغها الكلام ده. فبالتالي بدا يفضل انه يتكلم بره، انه يقعد مع اصحابه على الكافيه او القهوه او عن ان هو يقول لها، لان هي لا تدعمه ولا تثق في الدعم، ان هي تديله دعم يمكن بقى ما يستاهلش، يمكن ضحك عليا، يمكن حاجات كتير جدا جدا. فربنا يا رب يسعدنا كلنا ويرزقنا دائما الزوجه الصالحه، ويرزقك الزوجه الصالحه، ويجعلنا دائما في سعاده. الحمد لله على السلامة يا جماعة، أهلا بكم بعد التقرير، وبنشكر ضيوفنا الكرام على رأيهم الجميل وإضافتهم المهمة حقيقي في الحلقة، أشكرهم جدا. نهال ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. الحمد لله، أنت أكتر والله، مبسوطة إن أنا معاك النهاردة وموضوعاتك اللي دايما مهمة. ربنا يخليك، أنا سعيد جدا بوجودك معايا، وعايزين نشوف إيه الموضوع بقى، إيه الحكاية؟ كبير. الموضوع كبير. بص يا ستي، إحنا الأول احنا هدفنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا عايزين نوصل ان البيت يكون عمره اكيد عمار البيوت، واحنا متفقين ان عمار البيوت ما يجيش لما يكون ان احنا بنتعامل زوج وزوجه وبس، وان احنا عايزين نكون شريك حياه وشريكه حياه. متفق معايا في الموضوع ده في الاول؟ متفق معاك جدا، ان احنا نتعدى حدود الوظيفه والعقد بالزبط. لحدود ان احنا عندنا مؤسسه عايزين ننجحها. جميل. طيب نبدا بمين؟ نبدا ب شوف انت عايز تبتدي بمين. يعني خلينا حياديه. احنا طيبين. أيوة. احنا طيبين، ونبدا بالدور اللي المفروض يكون على الزوج. هتشيل المسؤوليه. ايه الزوج، ايه اللي المفروض الزوج يعمله علشان يكون مش مجرد زوج، يكون شريك حياه؟ انا في رايي، انا كنت لسه هقول لك، ممكن اسمع رايك. يعني انا في رايي ان هو محتاج في اول حاجه خاص يعملها مع مراته او مع زوجته انه يقدر جمالها. الله. يعني ايوه بقى. ان يقدر جمالها. انه يشوف جمالها كويس، يشوف ايا كان كل ستات الدنيا من وجهه نظري جميله، ما فيش ست وحشه، لكن كل واحده فيها جمال بنسبه معينه او بطريقه معينه، خلينا اقول جمال الروح، جمال الشكل، جمال الطباع، جمال كل صور الجمال، ربنا سبحانه وتعالى خلق الست عشان تبقى جميله. اكيد طبعا. فهي لازم الراجل يحترم جمالها ويقدر جمالها ده، وما يقارنهاش بحد تاني. اصلا الست لما تتقارن في جمالها بالذات بست تانية حتى لو هي اجمل هتزعل، يعني حتى لو هي فعلا اجمل، ولكن لو حست ان جوزها بيبص لغيرها او شايف ان جمال غيرها احلى من جمالها واكتر من جمالها، او اهتمام غيرها بنفسها مخليها اجمل منها، فده ده مؤلم جدا لاي ست، ولا يمكن تحس انه شريك حياه في الحاله دي. انت راجل جاي عايز خدمه، الخدمه توفرت لك انت راضي ومقدر، وما توفرتش خلاص. فبالتالي مع الوقت مهما عملت الست للراجل، مهما قدمت من صوره للجمال طبعا، هو هيفضل بيقارن. اللي هو دايما اقول للشباب او للرجاله، اذا ما قارنتش مراتك
بغيرها هتشوفها اجمل ست في الدنيا. والجمال ده هينقلنا للاخلاص، انه يكون مخلص ليها. يعني الست لو بيتهيالي لو مش حاسه ان جوزها مخلص ليها وفي اي مكان، مش عشان هي موجوده او لو هي هتعرف عنه حاجه او لا، هو في جميع الاحوال مخلص ليها، لو اتنقل لها الاحساس ده هتبقى حاجه تانية خالص. اهم حاجه ان يكون بينه وبين نفسه هو مقتنع بيها وشايفها انها فعلا جميله. صحيح. وبعدين ممكن واحده تبقى مهما كانت جميله هو بيبقى اعتاد جمالها خلاص، فهي بالنسبه له مفيش جديد، وهي يعني شايفها انها بقت ايه عاديه، ممكن يبص لاقل منها كمان، اقل منها بالظبط، لان هو اعتادها خلاص. لكن المهم ان هو ممكن على فكره تكون واحده معديه يقول لها ايه دي حلوه مفيش مشكله، بس هي عارفه من جواها ان هو جواه ما بيشوفش غيرها. يبقى جمالها بقى اللي ربنا اداهولها واللي هو خده بيها واللي هو مقتنع بيه، هو مش شايف غيره في جواه، دي اهم حاجه. مش المهم بس ان هو يبقى طول الوقت بيقول لها يا احمد ايه انت حلوه انت حلوه، وهو مقضيها. ما هو الاثنين. خلينا نوصل للموضوع. احنا مش بنقول له اقفل لسانك، احنا بنقول له اقفل عينيك بجد. قول الكلمه الحلوه وفي نفس الوقت لا تحفظ نفسك وخليك مخلص ليها طبعا يعني. طب وعايز اسالك سؤال بقى، ايه رايك في ان الواحد يكون احساسه بمراته ان هو يعني الاحترام الكامل ليها، ويحس ان هو علشان يبقى هو شخصيه كده ومالي مركزه انه يقلل من احترامها ومن احترامها من احترامه كمان لاهلها؟ فاعتقد يا احمد ان الفرق الكبير برضو ما بين اللي يخلي الزوج او الزواج هو مجرد وظيفه للشراكه اللي احنا بنسعى اليها، فكره احترامها الحقيقي، ان انا ابقى عارف قيمتها وبحترمها، مش هي لوحدها، هي والناس اللي ربوها كمان. خليني اقول لك ان الاحترام ده هو في الاول احترام لذاتك ولتربيتك انت قبل اي حاجه. انت مهما شفت في زوجتك من سلبيات ما تقولهاش قدام حد، ما تحرجهاش. وحتى ساعات بعض الرجاله للاسف بيحاول يبين انه مسيطر بقى، هو مسيطر على البيت بقى، ومراته ما تقدرش ترد عليه كلمه، بيستمد قوه شخصيته منها، من ضعفها هي. انت كل ما كنت انت قوي، كل ما كانت هي، كل ما انت ما خليتها قويه وحبيت انها تكون قويه، وكل ما انت ما تكون انت ضعيف تحب انها تكون ضعيفه ومستكينه كده. مش اقصدش بالاستكانه اللي هو الاحترام، لا، في فرق، في خط كده رفيع حقيقي ما بين ان انا اكون مستضعفك ومن ان احنا بنحترم بعض. الاحترام ده بقى ليها زي ما قلتي لاهلها، لان دول اللي ربوا، مش دول اللي جابوا لك المنتج ده. صح. ولو انت شايف انه فيهم سلبيات معينه بالحسنى وتغاضي يعني عدي كده، اصل الحاجه مش مستاهله. وبعدين انت بتعمل حاجه ليك انت، ما هو لاهلك برضو مش ملايكه، اكيد في حاجات، فانت بتاخد نفس الفكره، هي بتعمل لها الايمج، هتعدلها واحده، هتعدي لك واحده من غير ما نقول ده، يعني عارفه بشكل ضمني كده، انت الدنيا بتمشي عشان نبقى شركه. وفي نقطه كمان مهمه قوي يا احمد، ان هو لما يعني يحترم الحاجات اللي هي بتحبها مهما كانت صغيره وتافهه. طبعا وخصوصا لو كانت تافهه، يعني مش عايزين نتكلم يعني. على فكره هي كبيره يعني، هي كبيره، هي كبيره، احنا مقدرين هي كبيره. طيب احنا كمان عندنا عارفه حاجه مهمه جدا بتاني، الراجل لما بيفاجئ مراته. انت مفاجئني بصراحه النهارده. شفتي يعني ايه الموضوع ده؟ بذكركم كويس، لا اصل انت يعني ايه الرتابه دي؟ يعني الست محتاجه هديه، فاجئها بكلمه حلوه مختلفه عشان محدش يقول لي تاني. الست محتاجه ايه؟ هديه خلاص، ثلاث سطور حمر. احنا قلنا هديه، اللي بيقول هديه اهو، الراجل المفروض يفاجئ مراته بهديه وبكلمه حلوه وبتصرفات مختلفه، زي مثلا حتى لو هو وقته ما يسمحش، عشوائيه كده، لا عشوائيه، يساعدها في البيت، يساعدها في حاجه هي بتحبها، يوفر لها وقت. يعني فاجئها بانك توفر لها وقت، اعملي ده مع اصحاباتك، مع روحي هنا، اعملي حاجه انت بتحبيها وانا هقوم بدورك. من وقت للتاني الست بتبقى محتاجه بس ايه، عارفه البوش ده، الزقه دي، اللي هي بس ايه، انا معاك اهو وانا هدعمك، وانت بتديها بس البوش ده هتلاقيها كملت، عارفه، خدت طاقه كده، مشيت بيها شحنت البطاريه. عارف بقى اهم مفاجاه اعملها لها ايه؟ يا سلام لما تحط طبق الاكل كده، قول لها الله تسلم ايديك، الاكل يجنن النهارده،
وهو وحش وملحه كتير وممكن يكون شايط، بس عارف لما يقول لها بجد الله تسلم ايديكي الاكل حلو النهارده، يا سلام دي احلى مفاجاه ممكن أحلى يعملها. بس طبعا ما تضيعش مفاجاه الهديه، اكيد خلينا ناكد على مفاجاه الهديه. عارف كمان يا احمد من الحاجات المهمه جدا، انت بتقول يساعدها في البيت، احنا مقدرين ان الرجاله ما عندهاش طقطان بشغل البيت، المطلوب منه ان هو بس يقوم باللي عليه، يقوم بمسؤولياته، هو يبقى عارف هو المفروض يعمل ايه ودوره ايه ووظيفته ايه ويأديها. مش الفكره ان الموضوع ان هو يصرف ويوديها للدكتور يعني مش الحاجات الاساسيه اللي مراعاه في الكائنات الحيه. انت لو عندك قطه على فكره هتاكلها وهتشربها وهتوديها للدكتور لما تبقى عيانه، ما بالك بقى بمراتك؟ هي مش هي دي المسؤوليه اللي هي محتاجاها؟ لا يعني خلينا اقول كمان ان المسؤوليه ديت دورك، عشان ما تجيش بعد كده تقول تعايرها بيه تيجي تقول مثلا ايه ما انت ما بقتش ست، ما انت سايبها تعمل كل حاجه، مش مسؤولياتك. كمان خليك رحيم بيها، قدر تعبها، قول كلمه حلوه، ده كل ده من الرحمه، خفف عنها. لكن خليني اقول لك بقى، بما ان الرجاله، عشان ان وقتنا، بما ان الرجاله هيقوموا بالحاجات ديت، الست محتاجه تقوم بايه؟ انا في رايي ان احنا بما ان احنا بدانا بالجمال هنا، يبقى الست لازم تهتم بجمالها، ولو والاهتمام بالجمال مش محتاج فلوس كتير، محتاج سنس بس. جمال بيبتدي من جوه قبل من بره. صحيح. انا بص بقى هتفق معاك جدا في النقطه. أيوة. دي أيوة. ان فعلا بس النقطه دي يعني احمد ايه حساسه شويه. الراجل خد الست لحاجات معينه، خلاص لشكل معين، الشكل لازم يقع في قلبه ان هو خدها لحاجه معينه، اللي خدها عليه هي لازم تحافظ عليه. صحيح. بس هو كمان لازم يعذرها ان هي بتمر بعد كده بمراحل المسؤوليه، بمراحل العيال، بمراحل الصحيان بدري، ده مش معناه انها تهمل، بس لازم تحافظ على الحته دي. خليني اقول لك بقى اجمالا عشان الوقت بتاعنا، طبعا الوقت معاكي ما بيخلصش، ويعني محتاجين نقعد نتكلم كتير، الكلام ما بيخلصش حقيقي. زي ما اتفقنا، محتاجين الست تهتم بجمالها، محتاجين الست كمان تتفهم دورها، هي 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 مدير تنفيذي للبيت مش قائد، طبعا تتفهم دورها، وده ما يقللش منها. محتاجين انها تكون حائط صد عن البيت، يعني هو ايه، هي مكانه، هي ما تقدرش مشاكل، بالعكس هي تحل على قد ما تقدر، تاخد الاجوان كده بالظبط كده. تصبر عليه، تصبر عليه في ضعفه. اوقات الراجل بيبقى محتاج البوش ده، وفي قوته كمان يا وتضحك بقى وتضحك اهم حاجه. شكرا جميعا ليكي جدا يا نهال، ومبسوط جدا جدا بوجودك معايا النهارده. ربنا يخليك يا احمد، انا اسعد وروشتاتك دايما كده تكون سبب في عمار كل البيوت يا رب. صباحك حلو يا رب. شكرا يا جماعه، وعلى اللقاء، وحلقه جديده ان شاء الله، والموضوع كبير.